هاي أصدقائي، معكم الشيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا. أما بخصوص الترجمة والمونتاج والصوت فهم لصديقتي أنخلة من تركيا. أهلا وسهلا بكم على قناتنا، قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا. Hola amigos, estoy con ustedes la chef académica Eva de España. Nuestra receta de hoy es postre frío de coco. Receta de la chef Eva. Está lista en YouTube ahora y preparada para mí. Soy chef Eva. Hi أصدقائي، سأكون اليوم معكم أنا الشيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا. وصفتنا لهذا اليوم هي حلى جوز الهند البارد، وصفة الشيف إيفا. الوصفة أصبحت جاهزة على اليوتيوب الآن من إعدادي أنا الشيف إيفا. هكذا تبدو وصفتنا بعدما أتممت إعدادها، لذيذة وشهية. يمكنكم تقديمها إلى أحبتكم وضيوفكم وفي مناسبتكم السعيدة. جعل الله أيامكم كلها أفراحا ومسرات معنا وعلى قناتنا، قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا. وقبل البدء بإعداد الوصفة أصدقائي، لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب. والآن هيا بنا مع بعض لنرى كيفية إعداد هذه الوصفة معي أنا الشيف إيفا. باموس. والآن إليكم المقادير: 500 ملي حليب جوز الهند، 200 ملي حليب مكثف حلو، 4 أوراق من الجيلاتين، قطرات من الفانيليا السائلة. أما للزينة فسنحتاج إلى القليل من مبروج جوز الهند وقشرة ليمونة واحدة. ها هي جميع مقاديرنا. والآن إليكم طريقة العمل. في هذه الأثناء وضعت قطع الجيلاتين، ها هي، في ماء اعتيادي ووضعتها في هذا الإناء هكذا حتى نستطيع العمل بها. نضعها الآن جانبا بعدما غمرناها بالماء. في هذه الأثناء أيضا سأضع القدر الصغير على النار ها هو القدر، هذا مخصص للحليب. الآن سأضع فيه حليب جوز الهند. وبعد ذلك سأضيف إليه الحليب المكثف تدريجيا. وضعت نصف المقدار في قدر الحليب. نعمل على تحريك حليب جوز الهند مع الحليب المكثف وعلى النار لتكون متوسطة. سأضع حليب جوز الهند في إناء كبير هكذا. سأضع الحليب المكثف فوق حليب جوز الهند في الإناء هكذا وأبدأ بخلط الاثنين مع بعض. في وصفتنا هذه لن نحتاج إلى وضع السكر، ذلك لأن الحليب
المكثف محلى. الآن سأضع قطرات من الفانيليا السائلة وأحركهم. هكذا تبدو معنا. أضعها جانبا وأستمر بتحريك الحليب المكثف مع القليل من حليب جوز الهند. الآن وبعدما بدأت بالغليان أرفعها من النار هكذا. سأضع فيها الجيلاتين ومن ثم سأبدأ بتحريكها حتى يذوب الجيلاتين فيها تماما. وبعدما ذاب جيلاتين مع الحليب تماما سأضعه فوق الحليب المكثف وحليب جوز الهند وأبدأ بخلط الاثنين مع بعض. حتى يمتزج تماما. الآن سأضعه في قدح كبير ليسهل علي بعد ذلك وضعه في أقداح التقديم. ها هي. وبعدما أضعه في أقداح التقديم سأضع فوقه مبروش جوز الهند بما يعادل 25 جرام لكل قدح هكذا. أحاول توزيع جوز الهند على كامل الوصفة في القدح هكذا. ومن ثم سأضع مبروش قشرة الليمون ها هي.
قشرة الليمون هذه تعطي لوصفتنا مذاق لذيذ. نحن بحاجة إلى القشرة الخضراء فقط، أضعها فوق الوصفة هكذا، ومن ثم سأضع هذه الأقداح في الثلاجة لمدة نصف ساعة أو ساعة حتى تبرد، وبعد ذلك بإمكاننا تقديمها بهذا الشكل. بألف صحة وعافية. ها هو الشكل النهائي لوصفتنا. هكذا تبدو وصفتنا بعدما أتممت إعدادها. بألف صحة وعافية. Espero que te guste nuestra receta de hoy. Postre frío de coco. Receta de la chef Eva. أحبتي، أتمنى أن تكون وصفتي لهذا اليوم حلا جوز الهند البارد، وصفة الشيف إيفا، قد نالت إعجابكم ورضاكم. متابعي قناتنا الكرام ولكل من يرى هذا الفيديو للمرة الأولى، يسعدنا تفاعلكم مع قناتنا قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا من خلال الاشتراك بالقناة، تفعيل جرس التنبيهات، ومشاركة فيديوهاتنا مع أحبتكم وأصدقائكم ليصلكم كل ما هو جديد على قناتنا قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا من خلال اللايك والشير والسبسكرايب. أحبتي، هنالك ميزة استحدثها اليوتيوب، هي ميزة تشكرات بالعربية وثانكس باللغة الإنجليزية، موجودة أسفل هذا الفيديو، وهي عبارة عن دعمكم للقناة من أجل تقديم الأفضل دوما، تبدأ بدولار واحد فقط. كل الشكر والتقدير لمن سوف يساهم في دعم قناتنا قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا. ما بخصوص المقادير فتجدونها في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. أحبتي، إن كان لديكم أي سؤال أو استفسار أو تعليق جميل اكتبوه لنا في قسم التعليقات، وسيتم الرد عليه خلال 24 ساعة. انتظروني في وصفة جديدة. كنت أنا معكم الشيف إيفا من إسبانيا. أستودعكم الله وأحبكم كثيرا. أديوس.